يلا بينا على الراديو 90 90، معاكم رضوى حسن ورغدة شيمي، ورجعنا تاني هنكمل معاكم لحد الساعة 2 نتكلم عن ملتقى الشباب العربي لريادة الأعمال اللي هيقام في اسكندرية يوم 30 يونيو 1 يوليو لمدة يومين. فعاليات كتيرة ورش ولقاءات وكلام بقى في التسويق والتمويل وريادة الأعمال، ونماذج قوية جدا من الشباب اللي بيجروا ورا حلمهم وبالفعل قدروا يبقوا أصحاب شركات ناشئة. وعشان احنا ما بنتكلمش كلام مرسل ولا كلام نظري، دايما بنقدم لكم الدليل العملي. الدليل العملي دلوقتي هتكون معنا على التليفون نعمة شحاتة. نعمة مؤسسة شركة ناشئة اسمها كومفاب، والحقيقة انه هي هتشارك في المؤتمر من خلال طبعا الفكرة الخاصة بشركتها الناشئة اللي من خلالها بتقدم ملابس لضحايا الحروق. فطبعا فكرة مهمة جدا، اكيد النعمة عندها تفاصيل كتير وهتشارك في اكتر من حاجة في الملتقى، فتعالوا بقى نعرف اكتر عن فكرتها ونعرف هتشارك ازاي. يا نعمة مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم، منورانا. تسلمي، مستكرة جدا. قبل ما نتكلم عن الملتقى ومشاركتك فيه، احكي لنا اكتر عن شركتك الناشئة كومفاب، كلمينا اكتر بتعملي ايه من خلالها. اولا انا اسمي نعمة شحاتة، من مؤسسة شركة كومفاب. كومفاب دي للملابس الضاغطة او ضحايا الحروق. الملابس دي بتعمل كوقاية وعلاج للجلد سواء بعد التئام الحرق. ده بيساعد رجوع الجلد لحالته الطبيعية، واحنا المنتج ده حاز على جوائز محلية ودولية كتير، من أهمها المركز الأول على مستوى العالم في معرض جنيف للابتكارات والاختراعات الدولية، وده 2018، وافضل شركه ناشئه على مستوى على مستوى الحاضنات التكنولوجيه في معرض الابتكارات والاختراعات القاهره الدولي الرابع في مصر في 2017، وشهاده تميز من جمعيه العلماء الباحثين بماليزيا 2018، وخدنا دبلومه فخريه من معرض جنيف 2018 بسويسرا. ما شاء الله جوائز كتير يا نعمه. طب احكي لنا بقى، اصلا الفكره جات لك ازاي؟ يعني ايه اللي خلاكي تهتمي ب يعني ضحايا الحروق وقررتي ان انت تمشي ورا الموضوع وتقرري انه لا لازم يبقى ليهم ملابس مناسبه، وما شاء الله تاخدي الجوائز دي كلها؟ هل عندك تجربه شخصيه في الموضوع ولا ايه اللي كان بيحفزك؟ في الأول كانت بداية المشروع بتاعي إن هو كانت حالة إنسانية. إحنا بدأنا كحالة إنسانية عن إحدى صديقاتي كانت حصل لها تشوه في الجلد عندها بعد الحرق، وده كان مسبب لها زي حالة نفسية يعني مضايقات، وإن هي كان فيها زوف عن الجواز وعن المجتمع عموما بسبب التشوه اللي كان في الجلد عندها، وده يعتبر من الحاجات اللي بتأذي في النفس. فأنا طبعا قررت إن أنا أساعدها، ومش هي بس، لأ أنا هساعد كمان بضحايا الحروق كلهم إن شاء الله، وإن أنا أقدر أعمل حاجة تفيدهم ويقدروا من خلالها إن هم يرضوا عن الجلد يعيش حياتهم طبيعي يعني. بس أنت بتحبي صاحبتك قوي، يعني دي صديقة عمرك، ربنا يخليك. هو فعلا ان هي تبقى الملهمه للمشروع، يعني ده موضوع يعني قوي جدا وعميق جدا، يعني انت مش مجرد مثلا بتطيبي خاطرها او مثلا تقفي جنبها، لا انت فكرتي تعملي مشروع وتوجدي حل لكل ضحايا الحروق، فحافز قوي جدا جدا يا نعمه. اكيد طبعا انا بهتم بيهم جدا، لان انا شفت الحاله بعيني، يعني انا كانت المعاناه اللي قدامي كانت اكبر دليل ان انا لازم اساعدهم، طالما في ايدي وان كان ان انا اقدر اعمل حاجه فليه لا ان انا اعمل حاجه واساعد المجتمع واساعد الضحايا الحروق، يعني هم اكتر ناس محتاجين حاجه زي كده. جميل جدا. وانت خريجه ايه اصلا؟ يعني في علاقه ما بين المشروع والدراسه بتاعتك؟ انا خريجه تربيه نوعيه قسم اقتصاد منزلي تخصص ملابس ونسيج. انا عملت ماجستير في الملابس والنسيج في ميديكال تكستايل. ده كان بالنسبه لي
اللي هو الجانب الدراسة الأكاديمية العلمي. بقى فإحنا أنا ما حبيتش إن أنا أعمل حاجة وأركنها أو تتركن على الرف، لا إحنا قلت لازم أطبق على أرض الواقع وإن أنا أنزل التطبيق العملي والمجتمع وكل أثر في المجتمع كمان. يعني دي أهم حاجة وهي دي ريادة الأعمال أصلا. يعني يا نعمة ده أنت بتطبقيها بمفهومها اللي كلنا عارفينه. تسلمي. فاحنا بعد كده لما بحثنا وكان ليا مرجع طبي الدكتور محمود العطيفي الله يرحمه، ومن استاذ جراحه التجميل والحروق، ومن بعده ابنه محمد العطيفي حاليا برضو هو المرجع الطبي ليا في الحروق، لان انا دايما بطور من نفسي، انا مش واقفه على حته نقطه معينه. وكمان احنا بنورد لمركز متخصص للحروق داتي بياخد مننا الشغل ومبسوط مننا جدا والحمد لله. يعني احنا ان شاء الله نتوسع باقي المحافظات ومشاركتنا في المؤتمر، بنتمنى ان احنا ده يدينا الدافع والحافز والدعم المالي والفني ان احنا نقدر نتوسع اكتر في المشروع على مستوى المحافظات وبعد كده التصدير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب انت يعني من خلال بقى كلامك دلوقتي يا نعمة قلتلنا هو انك بتشتغلي بشكل علمي، الموضوع بس مش قايم على حاجات بتجربيها وخلاص، لكن كمان بتستفيدي من الاطباء وبترجعي لهم. المؤتمر بقى شايفة انه هيساعد المشروع انه يتطور اكتر ازاي؟ اكيد طبعا. اولا انا بشكر القائمين على المؤتمر لانهم هم اتاحوا الفرصة للشباب عموما او رواد الاعمال ان هم يدخلوا في مسابقة أو مؤتمر زي ده المشاركة فيه. إن هو أولا الدعم المالي، يعني التمويل سواء كانت عن طريق الحاضنات عن طريق المراكز الفوق، يعني مثلا المسابقة نفسها فيه الاستثمار، فده كل الاستثمار بأشكاله، فده هدينا فرصة ان احنا نكبر من مشروعنا وان هو نتوسع بيه. بالاضافة ان احنا في الكفاية ان احنا يبقى في شبكة علاقات ما بين رواد الاعمال سواء ان كانت داخل او خارج، فاكيد طبعا ده احنا هنستفيد جدا، ودي حاجة كويسة جدا ان هم يعني المؤتمر نفسهم بيحرصوا على حاجة زي كده ان هما يدونا الفرصة، وان انت حريصة كمان انك تشاركي. دي نقطة مهمة عشان مش كل الناس بتحرص انها تبقى موجودة في فعاليات وإيفنتس ليها علاقة بريادة الأعمال، فواضح ان انت حريصة سواء هنا في مصر او برا. دي حاجة يعني بنحييكي عليها جدا حقيقة. متشكرة جدا فعلا. انا حريصة ان انا يعني اغتنم اي فرصة ان انا اقدر اتواجد فيها بحيث اني هيفيد المشروع، فانا اكيد اكون موجوده ان شاء الله. وبدعو الشباب كلهم على فكره، لاني رواد الاعمال هم محتاجين حاجه زي كده ان هم يدخلوا في مسابقات يدخلوا في مؤتمرات يقدروا يستفيدوا هم طبعاً. يعني اكتر ناس اللي هم بيشجعوا بعض. طبعا اكيد اكيد. احنا طبعا بنشكرك جدا يا نعمة على وجودك معانا، بنتمنى لك كل التوفيق في فكرتك وطبعا شركتك الناشئه، وكل التوفيق في المؤتمر، ويبقى وشنا حلو عليكي بقى بما انك مشاركه في المسابقه، فان شاء الله يبقى وشنا حلو ونبارك لك ان شاء الله. شكرا يا نعمة. شكرا ان شاء الله. وتروحي اسكندريه وترجعي بالسلامه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. نسمح ان احنا نكون المركز الاول باذن الله. يا رب يلا عشان نبارك لكم باذن الله. شكرا يا نعمة. شكرا.